السلام عليكم. الله يرحم الضحايا اللي ماتوا اليوم في الزلزال اللي وقع في المغرب. وجيت اليوم ملي نوض في الصباح شفنا هادشي هذا اللي وقع وداكشي، جينا للمراكز ديال التحقن الدم. جيت بالحكم اليوم ما كيفتحوش اليوم مراكز ديال التحقن الدم، جينا جبرنا الناس تبارك الله كاينين، وكنتمنوا المغاربه يزيدوا من هادشي هذا ويمشيو لمراكز التحقن الدم، لان الجرحى مساكن محتاجين الدم ومحتاجين نوقفوا معاهم في هذا المشكل اللي واقع. والله يرحم الضحايا، وكنتمنى المغاربه يمشيوا كيف ما قلتي لمراكز التحقن يعطيو الدم ديالهم. السلام عليكم. احنا هنا في مركز تبرع بالدم في تطوان، الحمد لله وقع اقبال بزاف، الناس تطوان جاوا باش يتبرعوا بالدم لفائده المصابين بهذا الحدث المأساوي. كنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون خفيفه. اللهم انا لا نسألك رد القضاء، ولكن لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه. وكندعيو جميع المواطنين يتوجهوا لمراكز ديال الدم باش يعطيو التبرعات ديالهم. على اثر هذه الكارثه هذه الحمد لله جينا لمركز تحقن الدم، الحمد لله كاين اقبال كبير، الناس سوليداريزات، يعني وقع تضامن كبير. الحمد لله حتى العاملين هنا فرحانين بعد المبادره اللي عملوا المواطنين، وان شاء الله خير. الله يرحم الموتى، وان شاء الله الله اللي باقي الله يجعل ربي يشافيهم ان شاء الله. اولا تعازينا الحاره في هذا المصاب الجلال الذي ألم به المغاربه، وخاصه هذا الزلزال المفاجئ الذي عم منطقه الحوز ومنطقه مراكش. فعلا نقدم التعازي الحاره لجميع عائلات الضحايا وكذلك المصابين، ونسال الله الرحمه والمغفره لمن مات والشفاء العاجل بالنسبه للمرضى ولكذلك المصابين. فعلا جات واحد التضامن واسع على المستوى المغاربه، وهذا معروف مشيا من المغاربه انهم يتضامنون في وقت الازمات، وجاءوا لكي يتبرعوا بالدم، وهذه مبادره وسنه حميده. دائما المغاربه يقفون صفا واحدا لمؤازره جميع المرضى ولكي ينقذوا الارواح ومن كل من محتاج لفصائل الدم. نشكر مركز تحقن الدم، نشكر جميع الفاعلين الجمعويين وكذلك جميع الاطباء وجميع السلطات المحليه لتفاعلها مع هذا المصاب الجلال. السلام عليكم. اليوم كنتواجدوا بتحقن الدم ديال صني درمل، جينا نتعاطفوا ونتعاونوا مع هاد الضحايا ديال الزلزال ديال مراكش ودي المغرب كامل. كنجدوا جميع 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 يجي في اقرب وقت حيت الناس محتاجه بالدم. فلهذا كنجدوا حنا كفاعلين جمعويين اتخذنا قرار وجينا، وكنتمنى الميساج يوصل وكلشي ان شاء الله يلتحق بينا، والله يجازي اي واحد من هاد المبادره هذه. شكرا للجميع، وكنشكروا الصحافه ديالنا فهاد كتخ على هاد المبادره اللي قاموا بها تهما معنا، وشكرا للجميع. نتمنى كلشي يلتحق في اقرب وقت ان شاء الله يا ربي الحبيب. الله يسر الامور الجميع، والله يلطف بنا يا ربي الحبيب. كنا العجاني رئيسه جمعيه ابتسامات المتبرعين بالدم، اليوم كنتواجدوا في المركز الجوي لتحقن الدم بتطوان. والحمد لله اللي كيعرف واحد الاقبال كبير هذا الصباح تضامنا مع الضحايا ديال الفجعه اللي عرفاتها بلادنا ليله امس، واللي العدد الجرحى فات 1000 وباقي في تزايد. فكنتمنوا من المواطنين والمواطنات انهم ما يبخلوش ويتوجهوا لمراكز تحقن الدم باش يتبرعوا، باش نقدروا نقضوا هذوك المرضى اللي محتاجين للدم وغيرهم المرضى اللي هما دائما كيحتاجوا لهذه القطره الدم. وراه فاش كيكونوا الفواجع بحال هكذا راه جميع المراكز كتصيفط لبعضياتها. ومن هذا المنبر هذا كنقدم تعازي الحاره لاسر الضحايا
الاسر الناس اللي ماتوا، وكنتمنوا الشفاء العاجل لهذوك الضحايا، والله يحفظ بلادنا. وكنتمنى هذه المبادرات بحال هذه تكون على طول السنه باش يكون عندنا واحد المخزون دائم اللي نقدروا نفكوا به هذوك المرضى اللي تحتاجوا للدم. شكرا.